بعض الناس يقوم الليل لصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل وغالبا قبل الفجر بساعة على الأقل، ثم يظل إلى الفجر ويصلي بعد ذلك الفجر ثم ينام، وبطبيعة الحال لا يستطيع أن يستمر مستيقظا إلى طلوع الشمس. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل من الأفضل أن ينتظر الإنسان بعد الفجر إلى طلوع الشمس فيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة ويقرأ القرآن؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الواجب على كل مسلم هو أن يقوم لصلاة الفجر وأن يؤديها الرجل مع الجماعة في المسجد، والمرأة تصليها في بيتها في الوقت إذا طلع الفجر، هذا هو الواجب، ويتأكد أن يصلي قبلها ركعتين الراتبة. وأما القيام قبل صلاة الفجر فهذا من أفضل المستحبات ومن آكد النوافل صلاة الليل، فإذا وفق مع صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة وفق لأن قام أيضا قبلها من الليل فهذا نور على نور وزيادة خير، فيصلي ما تيسر له من صلاة الليل ويختم صلاته بالوتر ويحضر وقت السحر الذي قال الله تعالى في وصف المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون، قال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، يكون له حظ من هذا، وأيضا يدرك النزول الإلهي سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هذه فرصة عظيمة وباب يفتحه الله لعباده في كل ليلة في هذا الوقت المبارك، ونزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله، لأن الملك كله له سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء، لا دخل لنا ببيان كيفية نزول الإله جل وعلا، ليس كنزول المخلوق وإنما هو نزول الخالق سبحانه وتعالى. وإذا استمر بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى وهو جالس في مصلاه، هذا أيضا إضافة عظيمة إلى ما عنده من الطاعة ومن العبادة، أضاف إليها أنه جلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى بيته أو إلى عمله، فهذه زيادة خير قبل الفجر وقبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر، صارت هذه العبادة العظيمة مسبوقة بطاعة وأيضا بعدها طاعة، يجمع خيرات كثيرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.